إذا الدرس الأول من دروس التربية الإسلامية، في عنا طلاب جدد، لا الحال كما هو عليه ممتازين كويس. الدرس الأول راح نتعرف على أهدافه، أول شيء هنعرف المكي والمدني والفرق بينهم، بعدين المقارنة بين الآيات المكية والآيات المدنية، وتوضيح خصائص المكي والمدني وبيان فوائد معرفة المكي والمدني إن شاء الله خلال هذه الحصة. شوي نضل على خلفية الأهداف ونستذكر شوية معلومات احنا أخذناها قبل هيك. القرآن الكريم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا. شو يعني مفرقا؟ يعني لم ينزل دفعة واحدة، هو متواتر. نزل يمكن كانت تصير حادثة مع النبي صلى الله عليه وسلم فينزل الله سبحانه وتعالى بشأنها آيات، ممكن الصحابة تصعبوا من حكم معين فكانوا يلجأوا للنبي صلى الله عليه وسلم فكان الوحي ينزل عليه آيات معينة. فالقرآن الكريم نزل مفرقا، استمر نزول القرآن الكريم مفرقا مدة 23 سنة، 13 سنة في مكة المكرمة و10 سنوات في المدينة المنورة. ففي عندي آيات مكية وفي عندي آيات مدنية. أول ما بحكي مكي ومدني، أول شيء يخطر على البال أن المكي هو ما نزل في مكة، أما المدني فهو ما نزل في المدينة المنورة، وهذه المعلومة قطعا خاطئة، خطأ. المكي والمدني تم اعتباره من قبل العلماء من حيث زمن النزول وليس المكان، لا مكة ولا المدينة، من حيث الزمن. فالمكي هو كل ما نزل من القرآن الكريم قبل الهجرة، سواء كان في مكة ولا في المدينة ولا في الطائف ولا في أي مكان. هاي في آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج في القدس، أسميها آيات قدسية؟ لا. فالمكي هو كل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، أما المدني هو كل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، سواء كان في المدينة المنورة أو في غير المدينة المنورة. فالكلمتين هذول اللي شرحتهم أو هي مقدمة للدرس، خلينا نشوف كيف تركيزكم معنا ونحل هالتمرين سوا. ركز معايا، تابع، تنسوش خاصية مور ريز هاند، يعني ما حخلي حدا مش رافع ايده يجاوب. نبلش بالسؤال الأول، في عندي طالبة رفع ايدها. السؤال الأول نشوف نديم، نشوف نديم، تفضل يا مس. استمر نزول القرآن الكريم 23 سنة. يا عيني عليك، ممتازة. استمر نزول القرآن الكريم 23 سنة، أحسنتي. السؤال الثاني، السؤال الثاني، من يجاوب؟ عندي محمد أبو دلال، تفضل يا، تفضل يا مس. محمد أبو دلال، تفضل حبيبي. مكث النبي، بكى النبي يدعو قومه في مكة مدة 14 سنة، أما في المدينة 10 سنوات. يا عيني عليك، تركيز ممتاز، بطل يا محمد. مكث النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قومه في مكة مدة 13 سنة، بينما في المدينة المنورة دعا قومه مدة 10 سنوات. ممتازين، تابع. يعني من أول ما درستكم، أول من يعني كنت اتفائل من فيكم صف الممتازين، ودائما كنت تكون مربيه صفكم. طيب السؤال الثالث، السؤال الثالث، شوف عبود، تفضل يا عبود. كل ما نزل من القران على الرسول قبل الهجره فهو مكي. يا عيني عليك، هو مكي. كل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في القران من القران قبل الهجره هو مكي. طيب السؤال الأخير، السؤال الأخير حيكون من نصيب محمد الجروشة. ألا حمود، كل ما نزل القرآن على الرسول بعد الهجرة فهو مدني. مدني. جدع، بطل، أنت ممتاز يا محمد، ممتاز جدا، أحسنت. كل ما نزل من القرآن على الرسول بعد الهجرة فهو مدني. ممتاز، ممتاز، ممتازين يا سابع.
نبلش هلا نكمل الدرس حندخل في الجد، عشان هيك احتاج الى المزيد من التركيز يا سادة. رجاء هناخد خصائص المكي وبعدين نروح للمدني. نلجأ لكتاب التربية الإسلامية الذي لا غنى عنه. نشوف الموضوعات التي تحدثت، موضوعات المكي، يعني القرآن المكي عن إيش تحدث؟ موضوعات الآيات المكية، أول شيء المكي، لأنه كان في بداية الدعوة الإسلامية كانت الآيات المكية تدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. الآيات المكية تدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، والدعوة إلى الله والعبادة الله وتعليمهم الدين الإسلامي، هذا من الآيات المكية. ليش؟ لأنه الإسلام كان جديد وبده يعلم الناس هذا الدين الجديد أو الدين الإسلامي. ثاني إشي من الموضوعات التي تناولتها أو تناولها القرآن المكي ذكر قصص الأنبياء وثباتهم وصبرهم على تكذيب أقوامهم. ليش؟ ليش المكي نزل كثير تناول من قصص الأنبياء الصبر؟ لأنه في أول بداية الدعوة الإسلامية أول من دخلوا في الإسلام كانوا ضعفاء أو فقراء، فكان النبي أو كان الله عز وجل ينزل أو يذكرهم أو يتلو عليهم قصص الأنبياء السابقين حتى يشوفوا الأنبياء السابقين إيش تعرضوا للتعذيب وإيش تعرضوا إلى أساليب مختلفة من الإيذاء لكنهم ثبتوا. فكان الله سبحانه وتعالى ينزل قصص الأنبياء قبل الهجرة يعني في القرآن المكي حتى يثبت المؤمنين ويخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد ما تيأس، شوف الأنبياء السابقين إيش صار معهم. إذا من الموضوعات كمان مرة نروح نجمل، من الموضوعات التي تناولها القرآن المكي الدعوة إلى توحيد الله وعبادة الله وحده لا شريك له وذكر قصص الأنبياء السابقين. في كمان موضوع مهم وهو إثبات البعث. البعث اللي هو إنه الإنسان سوف يبعثون إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. يوم القيامة طيب، كانت قريش كل اعتقادها أو حتى المشركين كل اعتقادهم إنه الإنسان بس يموت خلاص بندفن وبتحلل وما في إله بعد ولا حساب ولا جزاء. فنزلت آيات القرآن الكريم بالذات المكية لتثبت موضوع البعث في جنة وفي نار وفي حساب وفي عذاب. فإثبات البعث كان من ضمن الموضوعات التي تناولتها القرآن أو تناولها القرآن المكية. آخر إشي من الموضوعات اللي هو وصف نعيم الجنة ووصف عذاب النار. فالقرآن الكريم بالذات الآيات المكية تناولت موضوع نعيم الجنة حتى تحفز المسلمين على الدخول في الدين الإسلامي في بداياته لسه إحنا، وبرضو وصف لهم عذاب الكافرين. ليش؟ لينفرهم من الدخول من البقاء في الكفر، لأنه هذا في أخرته عذاب شديد إحنا المسلم ما بيقدر عليه. إذن نجمل كمان مرة الموضوعات التي تناولها القرآن المكي: الدعوة إلى توحيد الله، ذكر قصة الأنبياء السابقين، وإثبات البعث ويوم القيامة، وصف نعيم الجنة وعذاب الكافرين. طيب أنا حاليا بدي أنزل الكتاب يعني خبيه وأسأل هلا أشوف مين حفظ شو من الموضوعات التي تناولها القرآن المكي. نشوف هاي في عندي ريما رفع ايدها، تفضلي تفضلي حبيبي. من الموضوعات التي تناولها القرآن الكريم المكي؟ إثبات البعث والدعوة الى توحيد الله. خلينا واحده، خلينا نعطي فرصه لاكثر من طالبه. ممتازه جدا يا ريما، إثبات البعث احسنتي. طيب موضوع اخر تناوله القرآن الكريم، raise your hands. شوف لميس، تفضلي يا لميس. More raise hand. تفضل يا لميس. الدعوة إلى توحيد الله وسبحانه. يا عين عليك، الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. طيب شوف طالب آخر محمد جاوب، نادين جاوبت اليوم، ريما جاوبت، نادين. نشوف حدا ما جاوب معنا اليوم. طلاب تشجعوا في الدعوة.
بدي محمد الجابر تفضل يلا حبيبي. ذكر قصص الأنبياء. ممتاز ممتاز جدا، أحسنت يا بطل. ذكر قصص الأنبياء السابقين. موضوع آخر نشوف نادين. تفضل يا نادين. تفضل يا نادين. وصف نعيم المؤمنين في الجنة وعذاب الكافرين في النار. ممتازة، وصف نعيم المؤمنين ووصف أيضا عذاب المشركين. ممتازة. بما أنه خلصنا موضوعات التي تناولها القرآن المكي، نروح للمدني بس مش حلجأ لكتاب التربية الإسلامية. أنا عملت مقارنة صغيرة حتسهل عليكم فيما بعد حفظ هذا الموضوع. بما انه القران المدني نزل بعد الهجره الى المدينه المنوره، حسون عنده اي ملاحظه يا حسن؟ اتشوف الشات. حاضر يا حاضر يا عبد، حاضر يا عبد، ماشي. قلنا المكي كانت موضوعاته تتحدث عن الدعوة إلى الله عز وجل أو الدعوة إلى توحيد الله. بينما المدني طبعا بما أنه الناس دخلوا الدين الإسلامي وفات 13 سنة، بعد 13 سنة هذا المدني اللي احنا بنحكي، فخلص خلصنا من التوحيد إلى الله سبحانه وتعالى، بدنا ندخل إلى بيان أحكام الشريعة الإسلامية، جميع المعاملات. سواء مع معاملات مالية، معاملات طلاق، معاملات بيوع، معاملات زواج، هذه كان بيّنها القرآن المدني. فالقرآن المدني بيّن حتى الحدود والقصاص، حد السارقة، حد الزنا. هذه مش في المكي، هي في المدني. إذن المدني كان يتحدث عن أحكام الشريعة، الأحكام التي تناولها الدين الإسلامي، سواء من معاملات مالية زي الديون، الإيجار، البيع، هذه كله بيّنها الدين الإسلامي. أيضا معاملات الزواج والطلاق بيّن، كمان عندي الحدود والقصاص. في عندي كمان فرق مهم بين المكي والمدني، إنه المدني ناقش أهل الكتاب. من هم أهل الكتاب؟ أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى، يهود ومسيحيين. المدني المكي لا، ناقش المشركين اللي لا يؤمنوا، لا ما بيؤمنوا بكتاب معين، لا بتوراة ولا بإنجيل ولا بقرآن، هذول مشركين. بينما هذا تناول ناقشهم من القرآن المكي، بينما القرآن المدني فناقش أهل الكتاب. كمان القرآن المدني فضح مؤامرات المنافقين. المنافقين منهم المنافقين، المنافق هو الذي يظهر خلاف ما يظهر، بمعنى ببين قدامك ان انا بصلي بروح الجامعة كل شيء، لكن انا جوا بيتي ما حدش شايفني بمارس كل انواع الكفر، يعني قدام الناس انا مؤمن لكن انا جواتي داخلي قلبي هذا كافر، فهذا انسان منافق. فالقرآن المدني فضح مؤامرات المنافقين، اي حدا منافق كان يفضح القرآن المدني. ايضا القرآن المدني كثير ما تحدث عن آيات الجهاد في سبيل الله، كثير تحدث عن آيات الجهاد في سبيل الله. في ملاحظتين، ولك إنه آيات القرآن المكي قصيرة بينما المدنية طويلة، يعني إذا لقيت آية قصيرة فتلاقيها وروحت لنوع الآية حتلاقيها مكية، أما إذا كانت الآية طويلة لو روحت حتلاقيها مدنية. في عندي كل آية فيها كلمة كلا أو سجود فهي، كل آية فيها سجود فهي آية مكية أو فيها كلمات كلا. الحسن تمراز يا مس، أنت عامل عندي مشكلة،
اطلع من الزوم وارجع لي على كمان مره واقبلك. انت زي عامل زي كنترول عندي. اطلع يا مس من الزوم وارجع فوت كمان مره. الحسن الحسن تمراز اطلع من المزوم يا مس وفوت بعد مره ثانيه. عامل عندي مشكله انت. حسن تمام. حسن طلع من عندي، حنرجع له كمان مره. يعني حبدا هلقيتها في نشاط وبدي نشاطكم معاي، بس يفوت حسن كمان مره. طيب حسن فات تمام. ممتاز. حسون هلا حنبدأ في نشاط، حخلي هذه حنشاط بيننا. بدي تتنشطوا اكثر من هيك، تنسوش خاصية مور ريز هاند، ترفع ايديكم وحنبدأ بالنشاط. جميل جدا. في عندي مجموعة آيات، هنبين نوع الآية، هل هي مكية ولا مدنية حسب الموضوع الذي تناولته. طبعاً السؤال طالب نبين بس هل هو مكي ولا مدني، لكن أنا كمان بدي أطلب منكم إذا بدك تحكي لي مكي ليش، إذا بدك تحكي لي مدني ليش. تمام؟ نشوف الأصابع ونشوف مشاركات صف سابع الشطرين. صف سابع الذي أتفائل فيه. في عندي ريما، تفضل يا ريما. الآية الأولى عما يتساءلون عن النبأ العظيم صورة مكية. ممتازة، أحسنت، هي صورة مكية، لكن كيف عرفتي إنها مكية يا مس؟ لأن الآيات تبعونها صغيرة. ممتازة، وأيضا تحدثت عن البعث، عما يتساءلون عن النبأ العظيم، النبأ العظيم هو ليوم القيامة. إذا هي آية مكية. ممتازة، هي آية مكية، أحسنتي. طيب خلينا نغير لون الجواب عشان يكون الموضوع اسهل عليكم. الايه الثانيه عند محمد ابو دلال، جاوب قبل هيك، عبود جاوب قبل هيك، نديم وريما جاوبت. نشوف حدا جديد من طلابنا الغاليين. نشوف ليمار. ليمار تفضل يا ليمار. تفضل يا حبيبي. ليمار حيجيك اشعار ان انا طالبه منك انه ان ميوت اقبل. يعني ليمار في عندها مشكله. نشوف علي رفع ايدها. علي ما جاوبت اليوم، تفضل يا علي. كلا لا تطعه واسجد واقترب. مدنيه. ليش مدنيه؟ كيف عرفتي؟ لانها طويله. مش شرط الطول يا مس، بعدين هذه مش طويلة، احنا في آيات فيها كصفحة كاملة. بس في عندك لفظ كلا، وفي عندك سجود. إلا إذا كان في عندي سجود آية تتحدث فيها لفظ كلا أو تتحدث عن السجود، فهي آية شو نوعها؟ هاي عليا مكية. ممتازة، مكية. إذا كل آية فيها لفظ كلا، هي اسمها علامة زجر، فيها كلا أو فيها سجود، فهي قطعا مكية. طيب نشوف الآية الثالثة. نشوف كمان مرة لمار. لمار صارت على السماع معنا، تفضل يا لمار.
يلا يلا ما. لمرة رح يجيكي إشعار يا ميس إنه أنا طالبة منك تجاوبي، حطي أوكي يعني وحتلاقي الصف أجاكي. طيب شو المشكلة أنت مار؟ نشوف محمد أبو دلال. مدنية. ممتازة لمار، أحسنتي. صرت هالأثر الموضوع عندك سهل في استخدام هذا. ممتازة. طب يا لمار كيف عرفتي إنها مدنية؟ لمار كيف عرفتي انها مدنيه؟ مس جوابك صحيح بس كيف عرفتي انها مدنيه؟ هي مدنيه لانها تحدثت عن احكام شرعيه، يعني ايش جزاء السارق والسارقه؟ فاقطعوا ايديهما. ممتازه يا ليمار. السؤال خلينا نشوف في محمد ابو دلال لانه كنا حنخليه يجاوب السؤال اللي قبله. تفضل يا محمد. الايه الرابعه. كلا إن الإنسان الله يبغى مكية. ممتاز أحسن. كيف عرفت أنها مكية يا بس؟ لوجود كلمة كلا. ممتاز أحسن، جدع بطل. ممتاز يا محمد. طيب نشوف الآية الأخيرة لحد ما جاوب معنا اليوم. لمار جاوبت، نادين اليوم جاوبت. هل أنت في عندي لمار ونادين أصابع بس؟ الذي لمار جاوبت. تفضل يا حبيبي. مدنية. كيف عرفتي انها مدنية يعني يا نادية؟ لأنها بتحكي عن أحكام شرعية. أحكام شرعية وفيها كمان بتحكي عن ناس معينين مين هم؟ على المنافقين اللي بيكونوا من برا مسلمين. أحسنتي. فضح مؤامرات المنافقين قلنا فهو مدني. ممتازة. هذه آية مدنية. ممتازة يا نادين، أحسنتي. ممتازين يا صف سابع، ممتازين جدا. نرجع لكتاب التربية الإسلامية. شوف آخر نقطة عندنا، فوائد معرفة المكي والمدني. في عندي ثلاث فوائد لمعرفة المكي والمدني تساعد على فهم القرآن الكريم. لما أنا أعرف المكي والمدني بيساعدني في معرفة القرآن الكريم، كيف بدي أفهمه؟ مثلاً القرآن الكريم تدرج في موضوع شرب الخمر، فأول ما بدأ ما بدأ أنه حرمه على السريع على طول مرة واحدة، فكان في هيك جهد ومشقة على المسلمين. فإيش الله سبحانه وتعالى أول آيات نزلت في تحريم الخمر؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فالمسلمين فهموها أنه أنا ممنوع أصلي وأنا سكران، لكن في أي وقت غير أوقات الصلاة ممكن أني أشرب خمر. تمام؟ لكن بعد هيك صار عندي هذا، كانت آية مكية، بعد هيك دخلوا في المدني، فالله سبحانه وتعالى إيش قال؟ حرم موضوع الخمر قطعا، فقال إن بسم الله الرحمن الرحيم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. معنى خلاص تحريم تام. إذا شفتوا كيف إنه معرفة المكي والمدني ساعدتنا في فهم القرآن الكريم؟ طب هذه كلها حرمتها بس ساعة الصلاة، فهي مكية نزلت في الأول، بعدين حرمها الله سبحانه وتعالى تماما في المدني. إذا أهمية أو فوائد معرفة المكي والمدني تعين على فهم أو تساعد على فهم القرآن الكريم، أيضا تكشف عن منهج القرآن الحكيم في تربية الناس والتدرج بهم. إذا تكشف عن قرآن، عن منهج القرآن في تربية الإنسان، وتبرز مدى عناية المسلمين بالقرآن الكريم، كيف حافظوا عليه، كيف هم يعني القرآن الكريم لم يدخله تحريف ولا تبديل من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، هو نفس القرآن الكريم. ليش؟ لأنه في برضه عندي علماء اهتموا. طيب كتابة القرآن الكريم نسخه ووصوله إلى يومنا هذا، طبعا هذا من جهود جبارة بذلها العلماء في تعليم وتعلم
القرآن الكريم. إذن بدي أجمل كمان مرة، فوائد معرفة المكي والمدني تساعد في فهم آيات القرآن الكريم، تكشف عن منهج الإسلام في تربية المسلم، وتبرز عناية المسلمين أو العلماء في القرآن الكريم أو الاهتمام بالقرآن الكريم. أنا حنزل الشاشة وهلا أشوف مين مستوعب معي أهمية معرفة المكي والمدني. أهمية معرفة المكي والمدني، مين حابب يشارك معنا؟ ما تنسوا خاصية مور ريز هاند لرفعة الأصابع. نشوف لميس اليوم، لميس جواب. تفضل يا لميس. ما أهمية معرفة المكي والمدني؟ تعين على فهم القرآن وتفسيره. ممتازة، تعين على فهم آيات القرآن الكريم وتفسيره. ممتازة يا لميس. طالب آخر في عندي ريما، تفضل يا ريما. تكشف عن منهج القرآن الحكيم في تربية الإنسان والتدرج به. ممتازة، نشوف منهج الدين الإسلامي في تربية المسلم على بأخلاق الدين الإسلامي. طالب آخر، ابن الشباب وين؟ البنات اللي اليوم رافعين إيديهم كله بنات، اللي شبه هيك مرتب اللي جاوب بطل هيك من أبطال الصف. هاي تابع، في عندي أصابع أنا بس بدي من الطلاب، بديش طالبات. غير إنه القرآن الكريم المكي والمدني يساعد في فهم آيات القرآن الكريم، غير إنه يبين منهج الإسلام في تربية المسلم، غير في بال عندي شغلة واحدة، تبرز جهود مين في الاهتمام في القرآن الكريم؟ يلا يا شباب، يلا يا شباب، هاي برضو بنات. شوفي مار، تفضلي مني. تعين على فهم القرآن وتفسيره. ممتاز، تعين على فهم القرآن الكريم وتفسيره، حكيناها. ممتاز، نشوف نديل، تفضل يا نديل. تبرز عناية علماء المسلمين العظيم بالقرآن الكريم، تفضل يا نديل. وتكشف عن الجهود الجبارة التي بذلوها العلماء. ممتازة، أحسنت. إذن معرفة المكي والمدني تعين على فهم القرآن الكريم، تبين منهج الإسلام في تربية المسلم، وأيضا معرفة المكي والمدني تساعد أو تبين جهود العلماء الجبارة في فهم في العناية بالقرآن الكريم. في عندي تمرين يعني أنا بعده مهم في الكتاب المدرسي، غالباً بيجي منه الامتحانات النهائية، الوزارة بتجيب منه أسئلة. يجي على الصح والغلط الحلو وبعدين بتحمله. السؤال الأول، السؤال الأول raise your hand، more raise hand، نشوف حسون. تفضل يا حسن. عني القرآن المكي بيان المفصل لأحكام الشريعة غلط. عني القرآن ممتازة، هذا المدني الذي عني بالبيان المفصل للقرآن الكريم، لأحكام القرآن الكريم. طب لميس كاين طيب يوم، هاي المفروض ندخلها كمان مرة. شوف طالب آخر، هذا السؤال حنحله هيك شفوي صح وغلط. شوف طالب آخر، محمد، تفضل محمد. السؤال الثاني، تفضل محمد. جاء الحب على الجهاد في الصور المكي والمدني، صح؟ في المكي والمدني. طب المكي هم لسه ما كانوش لسه في عدد قليل المؤمن، بدي اقول له على طول روح جاهد عشان يكره الدين الاسلامي. اذا جهاد الايات التي تحث على الجهاد
فقط هي المدنية وليس المكية. إذن الثانية برضو غلط. نشوف حسن. حسن مش هو اللي جاوب السؤال الأول، خليه يجاوب السؤال. تفضل حسن. تفضل يا حسن، معك على السمع، فتحت لك الصوت يا حسن. حسن المايك معك يا حسن. طب نشوف نادين قبل ما حسن يجهز، خليه على سؤال آخر. تفضل يا نادين. إيه ثلاثة؟ سؤال ثلاثة؟ لا أربعة. أربعة لا ثلاثة صحيح ثلاثة. من موضوعات القرآن الكريم مناقشة أهل الكتاب والرد عليهم. غلط. المكية. أول إشي أنت لا صح، المكية مس ناقش المشركين، بينما المدني هو اللي ناقش أهل الكتاب. إذن رقم ثلاثة صح، رقم ثلاثة صح. في عندك الدردشة. حسن. حسن لا يا مس، ارفع الصوت عنك. هلا جاوب تمام. شوف حسن، شوف المشكلة انتهت من عنده. هاي فتحت لك الصوت يا حسن، جاوب احكي. حسن الصوت مفتوح عندك هلا. يبدو انه في مشكلة عند حسن. شوف عليا، جاوبي عليا. تفضل يا يونس. تفضل يا عليا، المايك معك يا ميس، احكي. بينت بعض الصور المكية تحريم القتل والزنا، صح؟ المكية تحريم القتل والزنا؟ لا يا ميس. صح. لا. الآيات التي تناولت الأحكام الشرعية قتل، زنا، حدود وقصاص، هذه مدنية. الموضوع الأساسي الذي تكلمت عنه المكية فقط الدعوة إلى توحيد الله والإيمان بالله وعبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. لكن بما إيش بما غير ذلك، الحاجات اللي فيها تفصيل كلها مدنية. الحاجات اللي فيها تفصيل هي مدنية، بينما الحاجات الأحكام الشرعية وتوحيد الله سبحانه وتعالى هي مكية. نشوف عبود. كل الصور التي جاءت بسجل له ومدنية غلط. ممتاز أحسن. فيها أداة الزجر كلا أو السجود فهي مدنية. ممتاز بطلي عبود، بطلي عبود. السؤال الأخير. ريما ونادين اليوم جاوبوا. شوف حدا ما جاوب. محمد الجرس تفضل. يا يكسر الحديث عنهم والمنافقين في الصورة المكية غلط. ممتاز في الصور المدنية أحسن، تفضح مؤامراتهم. ممتاز يا محمد بطل. اللي بتفضح مؤامرات المنافقين هي الصور المدنية. بهيك بتكون انتهت عنا حصة التربية الإسلامية. شكرا على تفاعلكم، كنتم رائعين، انبسطت كثير 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 بوجودكم وبهالحصة الرائعة يا صف السابع. دمتم بود، وإلنا لقاء آخر في حصة قادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا.